الله يلا عندك المليح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بخير لاباس. مرحبا. شحال الشوايه؟ شوايه 20 درهم. كيعدلوا حتى الطاجين، الطاجين بالحوت حتى هو. احسن حوت هو هذا الرئيس ديالنا النفازين تاخي. انت رئيس تدا؟ انا رئيس 20 سنة هذا البحر صاحبي. شوايه. داكشي يا سلام. وهنا الاخوان كيجي الحوت اللهم بارك. اللي كيتنتجوا فيهم هاد العشبة هذه. وهاد العشبة اللي كتنوض في الأرض الإخوان هي راه كتدوخ كيشدوها كيصاوبوا من هاديك طابة. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. شكرا بزاف اخوتي على لي كومونتير ديالكم وعلى السيبورت ديالكم، شكرا من القلب. اليوم الاخوان حنا راه كنتواجدوا في واد افرطنا الاخوان، كيبعد على اقشور تقريبا بواحد 15 كيلومتر اللي كيبعد على اقشور الاخوان. وان شاء الله باذن الله غادي الوجهه ديالنا لواد القنار وغادي للجبهه. هذا الشيء كامل غتعرفوا معايا ان شاء الله باذن الله في هذا الفيديو. وما نطولش عليكم، الا كنتي انت اول مره كتشوفنا ما تنساش معك لايك كومونتير سبسكرايب وتبارطاجي مع صحابك. ودابا ان شاء الله باذن الله غادي نبارطاجي معكم واد افرطن كيفاش داير الاخوان، والناس راه كتعوم وزاهيه. وبالنسبه للناس اللي كيديروا التريب الاخوان راه هاد البلاصه صالحه للتريب، يعني الناس كتخيم هنايا بلاطون ديالها بالمسائل ديالها، والطوموبيل كتدخلها حتى للواد. الطوموبيل كتدخل حتى للواد، كيف كتلاحظوا الناس راه مدخلين الطوموبيلات ديالهم حتى للواد الاخوان. وكاينين عشيشات وكاينين الكاياك حتى هنايا، الكاياك كاين الاخوان. غنشوفوا الكاياك شحال داير وندخلوا به في هذا الواد باش نتعرفوا لكم على واد افرطن كيفاش داير والجماليه ديالو. دابا الاخوان غادي نمشيو نشوفوا الكاياك شحال داير هنايا في واد افرطن الاخوان. بالنسبه للماكله هنايا راه ما كايناش الاخوان، خاصك تشري الماكلة ديالك وطيبة هنا. كاين واحد الفيلاج غير هنا قدام الواد الإخوان، كاين فيلاج يعني تقدم منه أي حاجة. غنشوفو الكاياك شحال داير هنايا، كاين الكاياك وكاين سميتها هذيك البيدارة الخوت. هاهي معرفت شحال داير هاد البيدارة هادي، زوينة تبارك الله. هاهي ديال جوج أشخاص دخل تعيش لي الحياة. والواد راه جاي من ليها الاخوان، وهنا هذه بحيره فين كتعوم، يعني بحيره راه صالحه للعومان. وتقريبا ما غارقش بزاف، يعني الاولاد ديالك يعوموا هنايا عادي، ولكن راه غاداو كتغرق. دابا خاصنا نقطعوا للضفه الاخرى. الدراري كيكريو هاد اللعيبات هادو، كيدخلوا فيهم الحوايج ديالهم وكيدوهم لها الاخوان تما فين كيباتوا، يعني ما كيجي عندهم حتى شي واحد الا امالين الكاياك. غنشوفوا السيد واش يكري لينا ولا لا. واه كاينه حتى زودياك، هاي زودياك صغيره، هاي الجدافات ديالها. السلام عليكم. وقيل ناعس، وبلاصه واعره صراحه تستحق انك تزيد تزورها، بلاصه سياحيه وجميله بامتياز. الساعه ب 50 درهم اييه زيد بغيتي ندور. اه كنت نهار ياك كلشي مزيان تفرج هو هذاك. دير تحيه للكاميرا. تحيه. هاد البلاصه ناضيه عندكم؟ كاينه بلاصه الماكله الناس اللي بغي ياكلوا ولا؟ راه فين هذاك؟ راه كيعدل الماكله، كيعدل الطاجين كلشي كلشي، يعني كلشي كاين هنايا كلشي. وقول لي شحال هذه؟ بغيت نمشي حتى لهي نقطع لهي. اه راه فين؟ اه فين هذيك راهي كنقطعوا بها؟ فين هي نقطع بهذيك؟ بشحال؟ 5 درهم الواحد نقطع. قطعني تقطعني انت لهي. يلا 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 على مولاه. راه قطعناها الاخوان الضفه الاخرى ب 5 ديال الدراهم. والكريه ديالها بشحال هذه؟ هذه 50 درهم. 50 درهم ساعه. ونص ساعه 25. ونص ساعه ب 25. يلا قاي قطعنا لهي باش نشوفوا الضفه الاخرى الاخوان، لحقاش بانت لي الجماليه كاينه. زيد يا بسم الله. وباطو وشريت باطو. وزيدي طلعي والشعيبيه تاهي طلع. هادو ما كاينش كيفاش تحيدهم؟ فكرينا هادي، ولكن الاخوان هادي معنكشه شويه.
مشيت كل ما كيعرفش ولا شي حاجه مع الكشاف الاخوان شويه عرفت كيفاش نقول لكم كيفاش دايره. باري ولكن غتساطحنا معها. وين افر يعني بنادم الى بغى يخلق السعاده يا سلام. هذا هو افرطنا الخوش عاشت جد بحق الدور من بحق مشينا تتقلبنا هنا الخوش كاين وصلنا للضفة هنا ربون ديال الخوت. وصلنا للضفة يا سلام هيا هالكا يا كديل تبيع ليا لا هادي. اخيرا الاخوان وصلنا للضفه الاخرى. هنا كيتحطوا لا طونتات الاخوان وكتقطع بالفلوكه يعني هنا راه داير بك بك المهنه والمهنه والجبال هنا والجبال هنا يعني ما عندك فين تخرج. يلا نتعرفوا على هذه المنطقه مزيان الاخوان. تبان لي منطقه نقيه واي واحد جا لهاد الواد افرطن يحاول يحافظ عليه لحقاش فيه واحد الجمال ما يمكنش الاخوان والما زوين تبارك الله. غنضربوا واحد العومه هنا ضروري الاخوان. الما صافي يا سلام. وكاين المزرار ها انت غتنعس في المزرار يا سلام. هنا راه تبات ما كاين اللي يقول لك شحال في الساعه يعني الناس هنايا راه كيجيو كيدوزوا تقريبا 5 ايام 4 ايام كاين اللي كيدوز سيمانه في هذه البلاصه هذه كينعس على جنب الراحه التامه. وبالنسبه للطواجن راه كاين واحد السيد كيدير تما الطواجن الاخوان ولكن ما فيها باس الاخوان تجيب المسائل ديالك ديال التريب المعدات كاملين طاجين المسائل وتجي تخلق واحد الجو زوين هنايا. حنا بقى عندنا الطريق الاخوان الواد القنار داكشي علاش ما جبتش معايا باش نطيب. عندي كل شيء ولكن ما جبتش قضيه باش غادي نطيب ان شاء الله باذن الله غادي نمشيو الواد القنار الاخوان. هذه هي الوجهه ديالنا ان شاء الله. حنا جينا نبارطاجيو معكم هذه الوجهه وندوزوا لواد القنار حتى هو نبارطاجيو معكم. وبالنسبه للناس اللي ما جايبينش كراسه الاخوان راه كاينين كراسه. الناس ديال المنطقه ضروري كيديروا واحد المشروع بسيط باش يدخلوا واحد الطرف ديال الخبز اللي هو القوت اليومي ديالهم. راه كيجيبوا كراسه والباراسور يعني تجي حتى لما عندكش باراسور راه كاين كلشي هنايا اللهم بارك. وباقي مازال قدام بقى الدوره يعني هذا راه هو هذا الخوت كامل وباقي القدام. لا بغيتي توغل اكثر وتبعد على الضجيج راه بامكانك انك تمشي الاخوان دي معك غير المؤونه ديالك. بالنسبه للناس اللي غيسولوا على الحوت واش كاين هنايا بالنسبه لا بغيتي تصيد ولا بغيتي تجي تصيد في هذه المنطقه كاين الحوت الاخوان اللي هو هذا. وغادي ندوي على اسباب ديالو علاش كيموت هذا النوع ديال الحوت. هذا السميه ديالو الباربو الخوت شوق. هذه الباربو تبارك الرحمن كيف كتلاحظوا حوته زوينه وبنينه وشهيه تقدر انك تاكلها. وهاي الثانيه تا هي الخوت كاين الحوت يعني صغيره وها نتوما تشوفوا كيفاش داير طاري ليها. ها نتوما كاين هذا النوع هذه صغيره راه نفس هذا النوع كيوصل الحجم ديالو لتقريبا واحد 5 كيلو هذا الخوت اللي كيوصل الحجم ديالو تبارك الرحمن. اللي عنده على شي معلومه على هذه السمكه يحاول يخليها لنا في لي كومونتير. شوف شوف تبارك الله اسميتو بونكار بونكار نكار بونكار. الصديق راه قال لي السميه ديالو بونكار. دابا ما عرفتيش علاش كيموت هذوك مشبرين دابا الواد كيزيد يعمر كيزيد يعمر اه اييه كيوغلو هنايا كيوغلو بحدهم وكيموتوا
هادو راه كيوغلوا الاخوان وكيموتوا. كيجيو مع الحمله. كيجيو مع الحمله ديال الواد هذا نشف. نشف وما عندوش كيفاش يمشي له. ياك الله يحفظك وشكرا لك. كيعمر الله ياخويا. الله يحفظك. ملي كيعمر كيجي ديك الحوت. كيجي الحوت. ملي بالصباح كيخوي كيبقى حاصل. والحوت راه باقا ناضي هادي دايزه الشوايه. الله يلا دايزه. كاين كبير ياك. تبارك الله. كيوصل الحجم ديالو 5 كيلو. تقريبا. ياك جوج كيلو جوج اونس ياك اللي كنشبروا هنا تحياتي الله يحفظك وشكرا لك بزاف الله يحفظك كيف سمعتوا دابا هاد البلاصه هادي راه كتعمر هادي كامله بالماء يعني كيدفع الواد وكيجي الحوت هنايا وما كيلقاش كيفاش يخرج مسكين وكيموت ما كيلقاش كيفاش يخرج وكيموت هنايا غنطلقوا هما الخوت هادي راه وليمه دسمه راه حوت الخوت حوت حوته شوايه ديال بصح كون كدير من اجل البقاء والله لا زقلتها والله لا زقلتها الاخوان ولكن ما دايرش من اجل البقاء جاي نعرفكم بالمناطق السياحيه اللي كيتواجدوا في المغرب وبالخصوص الشمال هذه دابا راه وليمه دسمه والله كون كدير من اجل البقاء تنزل عليها اللي ما كتعجبنيش الاخوان في بحال هاد البلايص اللي كيكونوا سياحيه وكيكونوا زوينين الاخوان كيجيو الناس ديال التريب يعني الناس اللي كيديروا هوايه ديال التريب وكيخرجوا ويعيشوا برا في الطبيعه كتلقى بزاف ديال الزبل الاخوان هذا الزبل هذا راه ما خصناش نديروه الخوت ها نتوما ها كاين الزبل الميك هنايا كذا ضروري نهضروا على تا الاسباب اللي غير اخلاقيه راه كاينين الاخوان كاينين الناس اللي كيجيو كيتريبيو وكيلوحوا الزبل من هذا المنبر كنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين اللي جا لشي بلاصه يخليها كيف ما هي نقيه باش حنا نستمتعوا بالطبيعه الاخوان انا اول مره غنجي هنا عجبتني هذه البلاصه زوينه بنادم يلقى فين يتكالما ولكن كاين فيها الزبل البلايص زوينين ديما كيكون فيهم الزبل حيت كيجي لهم بنادم يحاول بنادم يدي معاه الزبيلات ديالو الاخوان كيف كتلاحظوا هذا الجمال اللي ورايا تبارك الرحمن كله يقول تبارك الرحمن ويسمي الله شوفوا العظمه ديال الخالق سبحان الله الاهالي ديال المنطقه اي الشباب ديال المنطقه باش يخدموا كيديروا هاد العشيشات هادو كتكريهم النهار كامل ولا بغيتي تكريهم حتى الليله الا بغيتي تدوز راه بامكانك انك تكريها تقريبا العشيه اللي دايره هنايا دايره 50 درهم اللي دايره الاخوان العشيه هنايا مقاده مجهزه بالنسبه للريح ولا شي حاجه حاول تجي غير المويطه ديالك وخدي الاراضي والعس هنايا بخير وعلى خير بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لاطو في هذا واد افرطن راها موجوده العشبه اللهم بارك اللي كيبغيها بعض المغاربه كيموتوا على العشبه ها العشبه شو تبارك الله خير مولانا عرفتي واحد الريحه هنا ديالها طيبه ريحه زوينه ولكن ما عرفتش كيفاش كيكميوها وكيدوخوا هذه هي العشبه الاخوان الله يبارك والترى تامره ديال بصح وكيسقيوها غير من الواد ديال هنايا الخوت ديال واد افرطن غير على المباشر ما كاين لا كذوب لا والو عشبه ناضيه الناس الشمال راه هما اللي عارفين هذا البلان هذا هانتو شو لي العشبه كي دايره تبارك الله خير مولانا ديال العشبه تبارك الله ولكن هذا الشراء الاخوان راه مضر للصحه هذا الشيء مضر للصحه ما عندك ما دير هانتوما راه على طول الواد كامله باش يسقيوها مزيان وكاين الكرم حتى هنا كاين الكرم الخوت وهذه العشبه والشمال الاخوان كيتعتبر من احسن البلايص اللي كيتنتجوا فيهم هاد العشبه هذه وهاد العشبه اللي كتنوض في الارض الاخوان هي راه كتدوخ كيشدوها كيصاوبوا من هذيك الطابه كيصاوبوا منها هذاك السبسي اللي عندنا تقليدي حنا جدودنا كانوا كيديروا السبسي وكيديروه ما كنصح حتى شي واحد هادشي راه مضر للصحه وكيدوخ اي حاجه كتدوخ العقل فهي حرام الاخوان بلا ما نزيدو نبداو نقولوا لا هذه راه غير عشبه ولا اي حاجه كتدوخ العقل وكتخليه ماشي في الوعي ديالو فهي حرام هادشي اللي كاين الاخوان والكاليتي راه كاينه في الشمال الواد راه جاي من هنا الخوت يعني على طول هاد البلاصه كامله ما بين الجبال كاين غير الماء وكاينين بلايص واعرين كيف كتلاحظوا دابا راه ما كاين حتى شي واحد الدنيا خاويه شويه ولكن في الشهر ديال 8 الخوت غادا تعمر ديال بصح هنا هاد المنطقه غتعمر
انا كتعجبني البلاصه اللي كيكون فيها شويه ديال الناس، كتعجبني كتكون زوينه وكترتاح، ما فيها لا صداع لا والو. بنادم اللي بغى يجي يحاول يجي ليها بكري قبل ما تعمر وتولي هاد الدنيا كامله عامره. المهم بلاصه تستحق الزياره، غادي نعطيها التقييم ديالها مقارنه باقشور. هذه بلاصه يعني ما فيهاش جبال بزاف وفيها العيا، كتم غادي غير على رجلك عادي غير على الواد. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يمشيو على الواد وعادي ما يديرش واحد الايفور، كتمشي عادي كتمشى عادي وعلى الواد. الاخوان نعطيها 10 على 10 ناضيه مقارنه باقشور. اقشور ناضيه، ولكن الاخوان بالنسبه للعيالات كاينين شي عيالات ما كيقدروش انهم يوصلوا لهذيك الضفه اللي زوينه اللي وصلنا لها حنا الاخوان البارح. حتى هذه ناضيه نعطيوها 10 على 10. ولا جينا حتى لهنايا خاصنا ضروري نعومو، غادي نعومو ان شاء الله باذن الله واحد العومه ناضيه وغنطلعوا الواد القناره الاخوان تما فين غادي نتغداو. يلا لا تنساو نعومو هنايا، البلاصه واعره صراحه ولكن راه غارقه راها مفونديه. ها هي الاخوان فلوكتي اللي غتقطعني للدفه الاخرى، غنمشيو بهذه هذه المره البيداره ناضيه. بسم الله يا بسم الله يا سلام. شي شي الديكور وحنا هنا. بسم الله يا الله، جنب الواد جنب الحيط يا الله تو واعر هذا الواد، افرطن واعر صراحة. والله ما كرهت نريح فيه. يلا كاين المارشاية. يا سلام يا سلام، الحياة الإخوان الله يجزيك الحياة. هذيك حلو ماخذينها من أقشور، شوف 30 درهم. كي جاكم واد افرطن كي جاكم الاخوان، واش ناضي ولا ما ناضيش؟ وان من الواد جينا للشاطئ وجينا لهاد البلاصه سميتها قعر سراس. قعر سراس هاد البلاصه ان شاء الله باذن الله ضروري خاصنا ناكلوا الحوت المشوي ديالها ونتعرفوا على الكاليتي ديال الحوت ديال هاد المنطقه ديال قعر سراس. وفي الاخر غادي ندخلوا للبحر الاخوان باش نبارطاجي معكم البحر كيفاش دايره الاخوان. يلا ليتس جو، مشو نضربوا الشوايه تكون شماليه. يلا ليتس جو. السيد راه كيعيط لينا من اللي قال لك المليح كاين عنده. والله الا عندك المليح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بخير لا باس. مرحبا. شحال الشوايه؟ الشوايه 20 درهم. 20 درهم. الخبز ديالها بالشليضه ديالها بكلشي. كلشي لا غير
شريت ما كديروش؟ لا ما كنديروش الفريت، كنعملوا الفيصاره، كنعملوا اللوبيه. هذا ديال المنطقه، ديال الترغه. ديال اش؟ ديال الترغه. هذا الترغه. هذه قاع عشرس، والترغه هيني قدامنا هنايا مشروكين مع بعضنا. هذه قاع عشرس. هذه قاع عشرس. اييه والاخرى؟ واخرى ترغه. ترغه. الحوت ديال الترغه ولكن. راها صغيره الاخوان، صغير الحوت، اجي اجي قربوا. شغلي طاوتها شويه. ها هو الحوت صغير، شوف. اجي هنا، اجي شوف الشوايه. داكشي يا سلام، وصاوب لينا عدل لينا شي جوج شوايات. نعم. يكونوا ناضين ندوقوهم ونجربوا. لا قاد لي داكشي اللي مع الشوايه. شوف اخويا انا المليح المليح، بارك الله والله الا المليح. السر ديال الغليط الجديد وكاين حتى الرقيق هذا، شوف ديال البلاد. ها ديال البلاد، شوف كيداير. اللهم بارك. هذه راه ديرها بحال هكا دغمه. الله يعطيكم الصحه. مرحبا مرحبا. الله يعطيكم الصحه. والاخوان راه كيعدلوا حتى الطاجين، الطاجين بالحوت حتى هو، فيه بطاطا وفيه مطيشه والفليفله، داك الشيء زوين ما شاء الله. شحال كتعملوا لهادو؟ 35 درهم. وهذا 15 درهم. وجيب لينا حتى هذا، هذا ندوقوا منه. هاد الطويجين الصغير واش كاين ولا ديال مواليه؟ لا كاين. كاين موجود. لا موجود واجد. راه لينا هذا، هذا هذا اييه، وجوج شوايات. تبارك الله. البلاد ديالهم. تبارك الله عليك الرئيس، الله يحفظك. تبارك الله عليك الرئيس. الحوت ديالنا هو راه الحوت زوين. الله الحوت الزنتي زوين اخي، خير من ديال الاسفي. احسن الحوت هو الرئيس ديالنا عندنا في الزنتي اخي. انت رئيس تدار؟ انا رئيس، جي 20 سنه هذا البحر. صح. كيعمل الكيلو ديالكم الحوت؟ 40 درهم. 30 درهم. 30 درهم الكيلو. 30 درهم. اليومين واحد تبارك الله صافي كان عنده شي 100 صندوق وتقطعت الشبكه. مشات الله مشات الماخه. حاول منا خمسه صنادق بواحده هي. حوت زوين تبارك الله. والجديد الجديد القرقع، هذا القرقع ديال الحوت. هذا ماشي القرقع، البيستاش الرئيس ديالنا. الله يرضي البيستاش. شكون شكار العروسه؟ يما وخالتها هما اللي كيشكروا عروسه. ولكن السر ديال زوينه الاخوان، ضروري غنجربوه ونقول لكم اشنو كاين. ها انتم الاخوان كيحطوا معاه شليده كيف كتلاحظوا، شليده زوينه ما شاء الله تبارك الرحمن. داكشي ناضي. وعندنا الاخوان حتى هذا اللهم بارك، كيف كتلاحظوا طاجين بالحوت اللهم بارك، ومطيشه. داكشي زوين ما شاء الله، نجربوه ونقول لكم كيفاش داير المذاق ديالو. شكرا شكرا بزاف. ها انتم مع الليمون هنايا اللي هو الحامض. بسم الله يا سلام، شو باقي كيبخبخ. بسم الله صراحة حوت صغير ولكن بنين بنين بزاف. حوت ما غليش بزاف الخوت ديال هاد المنطقة. وهذا راه يلاه مصيد يعني فريش غير ديال اليوم الاخوان. واعر. حاولوا تجربوه الى جيتوا القاع رسرس، حاولوا تجربوه الاخوان. ناضي. بالنسبه للثمن ديال هذا 15 درهم الاخوان، الثمن ديالو 15 درهم. وهنا الاخوان كيجي الحوت اللهم بارك، قلنا ليه اغلى حوت حطوا لينا حيت شويه عارفين على الاخوان كيجي الحوت غليظ، وحتى الرقيق راه كيجي بنين الاخوان. دابا غنجربوا هذا الحوت ونقول لكم كيفاش داير. يا بسم الله، نعصروا على شويه ديال الحامض بحال هكا. يا سلام، غندوقوها بلا خبز هي الاولى، راه سخونه الخوت. بسم الله. واو واو. بسم الله. حوت صراحة بنة أخرى، مختلف على ديال الأسفي ديال جديدة، مختلف بزاف. واعر وخا صغير واعر. ها حوت سوبر صراحة.
والله الا بنينا الاخوان قسما بالله تبنينا. تحيه للشواي. ها؟ واعر واعر. هذه ميديا كنقولوا لحنا. شنو هي؟ ميديا سالدينا. ميديا سالدينا. ميديا سالدينا اللي كيقولوا لي هذا الحوت هذا، ولكن راه بنينا الخوت، في واحد البنا راه ما يمكنش. بنا واعرة. هذا حوت سوبر. بقوة البنا الاخوان ديال الحوت، شو التبصيل كي ولا ها نشوف قوة السلسول. دابا غندوزو لهذا الخوت. والله الا حوت بنين قسما بالله تبنين، بنين بزاف وما كيقهمش، خفيف على القلب، ما فيش شحمه بزاف. ندوزو لهذا. دغيا ما كي دايره. حتى هذا زوين. والحوت شوايه غادي نعطيه 8 على 10. ناضي بزاف الاخوان قسما بالله ناضي. 8 على 10. شوايه يا سلام، ضربنا عدد الناس هادو. غنبارطاجي معكم البلاصه فين كاينه الاخوان باش اللي بغى وتشهى. هذه المطعم ديال من؟ هلال. ها انتوما الاخوان، مطعم هلال. شو اللي بغى يقصي شوايه ناضيه، وتحياتي ليك. الله يسهل عليكم. شوايه راه مليحه الاخوان، وخايبه لك الحوت صغير بحال هكا خاصك تجرب لوغو ديالو، راه بنين الاخوان صراحه. عجبني انا الحوت ديال هنا، ما فيه لا شحمه لا والو، ناشف وزوين تبارك الله. الحوت المنطقه ديال قاع عسر، ديال الحوت ديال المنطقه هذه، ديال قاع عسر استرغا ولاو ياك. يعني ديال المنطقه، ديال المنطقه فريش. انت جاب هذا الصنادق غير اليوم؟ غير اليوم في الصباح، من الصباح كي بكري كيبلغ هنا كيفرطط، باقي بالروح، باقي كيفرطط كيتركل. سير الله يعطيك الصحه. الدارجه ديالنا حنا كنقولوا كيفرطط كيفرطط، كاين غل. سير الله يعطيك الصحه. الله يلا داك الشيء بنين. وشحال حسبتي عليا دابا هذا الشيء كامل؟ دابا شحال دابا تما؟ عاد كاينين جوج شوايات وطاجين. كل شوايه؟ باش يعرفوا الناس الثمن. 55 درهم. 55 درهم. مرحبا. مرحبا. 55 درهم السيد راه كيريقل. سير الله يعطيك الصحة. جوج شوايات والطاجين. غندا. 55 درهم. 55 درهم. كوبري كامل ياكل. كل شيء ياكل. كوبري كامل ياكل. اللي عنده ياكل، اللي ما عنده ياكل. هذاك الشيء اللي كاين. سير الله يحفظك. والإخوة اللي جا لهذ المنطقه ديال قاع رسرس راه كل شيء موجود. ها انتم الخير. وتحيه لود الحاج. تا كيدير؟ بخير. صحيح كل شيء مزيان الحمد لله. كاين شي اقبال لا السردين لا والو؟ الخير بوجه الحمد لله. حوت راه عندكم زوين تبارك الله ما شاء الله. الله يلا الجمال تبارك الرحمن. كاين البحر من هنا من هذه الزنيقه. ها هي الزنيقه من هنا البحر ديريكت. ديريكت اخي. عاكول وسير البحر. قبل خلص. سير الله يعطيك الصحة. الله يعاونكم. دابا الإخوان تقريبا خلصنا في ذاك الغداء ديالنا، 55 درهم يستاهل. كاين الحوت، حوت فريش، حوت نقي وزوين، وباش عجبني الإخوان رقيق وما فيهش الشحمة وما كيقهمش وزوين. دابا حنا غاديين ديريكت الإخوان للبحر، داخلين مع الزنيقة البحر ديريكت الخوت. يلا نمشيو نتعرفوا على البحر اللي كيتجبد منه هذاك الحوت الرقيق. با 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 شد شي يا خويا، بغيتي الجبل ها الجبل، بغيتي البحر ها البحر. تبارك الله على شاطئ، شاطئ ضروري نجيبو فيه عومه، كيقول لك اجي عوم فيا. تبارك الله. راه من غادي نطلعوا الاخوان، نطلعوا داك الجبل باش غادي نمشيو ان شاء الله باذن الله لواد القنار. يعني باقا عندنا الطريق الخوت، ومن واد القنار غادي نمشيو للجبهه. يعني راه باقا رحله طويله الاخوان. يلا نمشيو نكتشفوا البحر على الشمال. الشمال الاخوان البحورات ديالو سبحان الله ما فيهم لا مواج لا والو، مواجات قلال. ودخل هنايا الفندق الاخوان فيه موجه وحده. ها انتم والجمال، سر عينك على الجمال. ها شوف خير مولانا اللهم بارك. وما كرهتش الاخوان شي عومه، ولكن راه البرد، البرد بزاف. هذا الشيء اللي كان عندنا الاخوان في هذا الفيديو. وصلنا لهنايا القاع رسرس اليوم ان شاء الله باذن الله، يمكن لينا غادي نباتوا هنا، والصباح ان شاء الله عاد نشدوا الطريق ديالنا الاقشوره لواد القنار الاخوان. واد القنار غادي نمشيو لواد القنار ونبارطاجيو معكم
كيفاش دايره ديك البلاصه، وتقريبا كيبعد على هنايا بواحد 35 كيلومتر من هذه المنطقه، او 36 ولا 40 كيلومتر بالحساب. انا ما عارفش الكيلومتراج بالضبط الاخوان، ولكن راه قريب من هذه المنطقه هذه. كنتمنى انه ينال اعجابكم الفيديو. لا عجبك الفيديو ما تنساش لايك كومونتير سبسكرايب وتبارطاجي مع اصحابك، ونتلاقاو في واد القناره الاخوان. تحياتي ليكم.